بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باسم الجمعية العمومية لمحامين مصر، وباسم النقيب العام لمحامين مصر ورئيس اتحاد المحامين العرب ومجلس نقابة المحامين، بنرحب بيكم وبنفتخر بيكم وبنهنئكم بأن النهاردة يوم بيعتبر تاريخ ميلاد بالنسبة لحضراتكم، بترسموا حياتكم بداية جديدة من النهاردة بعد أداء القسم الذي سيتولى معالي النقيب عليكم النهاردة. أنت هتتغير من المرحلة اللي أنت فيها حاليا دلوقتي إلى مرحلة تانية وحياة تانية جديدة، اللي هي هتنضم للجمعية العمومية لمحامين مصر، وده بيتطلب حاجات كتير قوي اللي احنا هنبدأ فيها ان شاء الله بعد اداء القسم في حياتك بقى لغاية اخر المطاف يعني. فالمحاماة هي اعظم مهنة في الوجود، مش في مصر بس، في العالم كله، وده واقع مش كلام، والتاريخ بيقول كده والواقع بيقول كده، واحنا بخبرتنا بنقول كده، والنقيب العام بخبرته الطويلة اللي هو بدأ فيها مهنة المحاماة لغاية اليوم ده بيقدم مثل مشرف لمهنة المحاماة ورسالة المحاماة وشخصية المحامي وعظمة المحامي، جسدها في تاريخه الطويل اللي هو بيمارسه في رسالة مهنة المحاماة. النقيب بيمارسها عملي ونظري وعلمي ومهني وديني ومعرفة، لأنه له كتب في كل نواحي الحياة. طبعاً له طبعاً القانون، عارفين إحنا هو في القانون إيه، في ممارسة مهنة المحاماة إيه، ولكن هو كمل المهنة اللي إحنا كلنا لازم نكملها. لازم المهنة مش قانون بس، لا، المهنة معرفة، أن تبحث في كل وسائل المعرفة. كل وسائل المعرفة دي بتبقى أساس ومكمل لرسالة المحاماة عندما تباشر مهنة المحاماة وأنت في موقف الدفاع وبتترافع حسب الواقعة أو الموضوع اللي أنت بتترافع فيه. وده القانون بس ده بيطبق، اللي هو القيد والوصف. القانون هو ده قانون العقوبات، لكن الدفاع هو قانون الإجراءات، وكل نواحي المعرفة اللي موجودة في الحياة أنت حضرتك بتستعملها وبتستدعيها فوراً لأنك عايش بيها علشان تكمل رسالتك وتكمل دفاعك وأنت حسب الموضوع اللي هو معروف. الأمر الأخير بقى، المحامي لازم يبقى إعداده اللي احنا بنتكلم فيه النهاردة واللي النقيب إن شاء الله لما هنيجي نبدأ معهد المحاماة هيقوله وهو بيقوله برضو دلوقتي، المحاماة أساسها والنجاح فيها الأخلاق. أهم حاجة الأخلاق. ربنا سبحانه وتعالى قال لسيدنا محمد وإنك لعلى خلق عظيم قبل الرسالة ما تنزل عليه، ولما الرسالة نزلت عليه سيدنا جبريل نزل عليه وقال له اقرأ، قال له ما أنا بقارئ، اقرأ ما أنا بقارئ، قال له اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم إلى آخر الآية. ماشي، يبقى ليه الأخلاق الأول والعلم جه بعد الأخلاق، لأن الأخلاق هي الأساس الحياة. الأخلاق هي الأساس اللي احنا هنعيش بيه وننتهي بيه، والأخلاق بتتعلم منها كل حاجة، هي أساس الحياة لأن احنا بدأنا بيها، لأن ربنا سبحانه وتعالى وصف النبي بيها، وإحنا كده بنكمل. فإحنا النهاردة مع معالي النقيب، مع الأستاذ رجاء عطية، مع العلم، مع المحاماة، مع القانون، مع الأخلاق.